رحت للهند. للهند اخذت ركاب وياي حوالي 900 راكب ويا هناك والسفينه قام تعتعيد قالوا قام يتعيطون الركاب. قلت لهم يابا هدؤوا. قلت خلنا شيد. خليت القاولون الحزام حزمت هذه وجبت حبل جنب شديته على ظهري وقمت اسبح عشان اوصلها وين البنغلاديش. هو جدك منو؟ سامي العظم الاسم بسابق قبطان بحار اصلي. حامض حلو يوميا السابعة بتوقيت بغداد على أم بي سي العراق. رمضان يجمعنا.